ينضم إلينا مراسلنا من عمان دمل كردي، كما ينضم إلينا من لندن مراسل الغد عمر شاكر. أبدأ معك دمل الكردي. الآن يعيش الأردن حالة من حالات حظر التجول التام الشامل لمدة 48 ساعة. هل هناك أي احتمالية لمد هذا الحظر لفترة أو فترتين قادمتين؟ لا أعتقد. بحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، فقد أكد بأن هذا الحظر قد يتكرر، حيث ستقوم الحكومة بالإعلان عن موعد الحظر الشامل قبلها بوقت ليتسنى للمواطنين شراء احتياجاتهم من المواد التموينية وغيرها. ولكن منذ قليل انتهى الإجازة الصحفي لوزير الصحة دكتور سعد جابر، حيث أكد أنه لا تسجيل إصابات لليوم على الرغم من تمكن فرق التقصي الوبائي من جمع أكثر من 1500 عينة من معظم محافظات الشمال والجنوب، ما بين مخالطين وما بين عينات عشوائية للتأكد من الإصابات. إذن هذا الحظر الشامل وبرأي الوزراء كان ناجحا بامتياز، حيث أعطى الفرصة. نعم طيب تفضلي يا دمى أكملي. الحظر الشامل يعطي فرصة التقصي الوبائي بجمع مزيد من العينات للتأكد من المخالطين المصابين أو حتى من العينات العشوائية. هذا ما أكده الوزير اليوم بقدرة فرق التقصي الوبائي والتي انتشرت من محافظات الشمال وحتى أقصى الجنوب، نعم، من جمع أكثر من 1500 عينة. طيب ابقي معنا دمى، نتحول إليك عمر مراسل الغد في لندن. ما هو جديد كورونا في بريطانيا اليوم عمر؟ قبل قليل في تصريحات لوزير الصحة البريطاني مات هونكونغ، ذكر أن هناك 980 حالة وفاة جديدة في بريطانيا خلال 24 ساعة، وهو الرقم الأعلى الذي تسجله بريطانيا منذ بدء انتشار هذا الفيروس، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى نحو 9000 حالة وفاة. بريطانيا ما زالت تتوقع أن يكون هناك ذروة من الإصابات خلال الأسبوع والأيام العشرة المقبلة، لذلك هي حثت البريطانيين على وجه الخصوص في عطلة نهاية الأسبوع هذه، حيث درجات الحرارة المرتفعة وجو المشمس بشكل يعني ينتظره الناس كثيرا على مدار العام وربما يشجعهم على الخروج، حثت الحكومة الناس للبقاء في البيوت للحفاظ على الأرواح والحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجاز في فترة الإغلاق العام الذي استمر حتى الآن أكثر من أسبوعين ونصف الأسبوع، والذي سيتم تمديده بحسب كل التوقعات والتصريحات الحكومية الأسبوع المقبل، على أن يتم التفكير بسياسة للخروج من هذا الإغلاق العام بعد بدء المنحنى التصاعدي للإصابات والوفيات بالنزول، أي بعد تجاوز الذروة. فيما يخص أيضا حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون الصحية الذي يتماثل للشفاء بعد الإصابة بكورونا وبعد خروجه من العناية المركزة، في آخر بيان حكومي أشار إلى أن جونسون تمكن من القيام بمشي في مسافات قصيرة في فترات الراحة، لكن هذا البيان أيضا يشير إلى أنه ما زال في مراحل الأولى من الشفاء وليس لا توقع بأن يتم خروجه بشكل تام من المستشفى في الوقت القريب. مراسل الغد في لندن عمر شاكر ومراسلة الغد في عمان دمى الكردي، شكرا جزيلا لكما.